حضرتك ده يعني اما بيبقى الموضوع بيوصل لاغتصاب وبيوصل يعني عنف بيمارس في العلاقة الحميمة، المرأة بتؤذى لأنها بيبقى بتوقع على غير إرادتها وعلى غير رغبتها، وبالتالي بيحصل لها ألم، بيحصل لها وجع، بينفع إن هي تثبت ده. لو إحنا هنروح بقى بس ده هيحتاج طب شرعي، يعني الأمور إحنا بنتكلم في حرمانية ان الراجل يبقى حاسس ان هو وهو بيتعامل مع زوجته ان هو ما يتعاملش معها كآله كجماد، احنا بنقول ان يعتبرها انسان يتعامل معها كانسان زيها زيه، لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات. احنا بنقول في مساواه ما بين الست والراجل في المشاعر وفي الحقوق وفي كل حاجه، احنا ما بنقولش ان الراجل ملوش حق، بنقول ليه حق ولكن ازاي بياخد هذا الحق. الست ليها حقوق ولكن ازاي زي ما الاستاذ تفضل الراجل اللي يبقى راجع مجهد ازاي ان هي كمان تتعامل معاه. ده المفروض ان يبقى فيه اصول في التعامل ما بين الراجل والست ازاي الاثنين يتعاملوا مع بعض. طيب هسال استاذ عبير. استاذ عبير، احنا احيانا بنتحدث ان الراجل لما بيكون راجع من الشغل مش بس كده، هو ممكن ما يبقاش مستحمل يسمع كلمه من مراته. صحيح. في الوقت الاستاذ عصام بيتحدث انه اذا طلب من مراته اللي هي ممكن تبقى بتربي الولاد وبتذاكر لهم بتوديهم المدرسه، طلب منها يعني الموقعه في اي وقت ان هي